طبعا هيدا الشيء اللي صار معك منه موضوع سهل ابدا، خبرنا كيف واجهت واجهت هالموضوع وشو العوائق اللي انحطت قدامك؟ لا، واجهت الموضوع بطريقه فينا نقول سلبيه لانه على عمر الخمس سنين سبع سنين بلشت الموضوع التنمر ف أنا كأنا بعتبر حالي عشت أو خلقت بلا أجر لأنه ماني ذاكر أجري بس يعني كنت طفل ثلاث سنين نعم فأكيد ما بس العالم ساعت وأنا كنت عم جرب أتقبل حالي والعالم ما كانت بوقتها كانت عم تتقبل فالعائق كان أكيد التنمر وواجهت يعني أسوأ أنواع التنمر من على السوشيال ميديا التنمر اللفظي وحتى كمان تنمر البصري بدي أسألك لكل إنسان نقطة تحول متى أرز قال أنا الآن بدي أكون متحول لحاجة مهمة أزرع لنفسي برواز أكون أنا معروف فيها آه صراحة على عمر سبع سنين وقت كنت عم بدرس ولقيت في بدلة بيضة سألت بي هيدي البدلة البيضة شو هي قال لي هيدي لمبارزة الشيش قلت له حابب جرب ف... دلني على محل وبلشت تدريب قال لي يمكن يكون صعب قلت له لازم اتحدى حالي لأنه لازم اتقبل حالي وكل ما اتحدى حالي كل ما اتطور بالحياة <applause> يعني بعمر صغير سبع سنين بلشت مبارزة الشيش بلشت طبعا رياضة غريبة من نوعها أنا ما هواية عندي خبرة فيها شو اللي خلاك تختارها يعني؟ مبارزة الشيش معروف عنا أنه بتطلب قدرة عالية كثير من الإجران ف... كثير عالم تستغرب انه انا بأجر ونص كيف حلو التحدي والاراده 100% انه ردت تثبت للكل اني يعني قدها وقدود بال... بالاجر 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 الوحيده يلي عندي اياها لازم حول هيدي النقطه لنقطه ايجابيه فقررت المبارزه تشيش لانه بتتحدي بتتحدي حالك وبتتحدي حلو. بتتحدي الاخر طيب امتى كمان صرت تمارس رياضه الركض؟ واي وحده من الاثنين بتحبها أكتر؟ اي رياضه أكتر بتحبها هلا أه ضلت مسيرتي بمبارزه الشيش لحدود العشر سنين يعني من سنتين انا وقفت كرمال تحط اهداف جديده واقوى على حالي وكرمال تحط أه جول أه قوي وتشالنج يكون اقوى فقلت خليني اعمل research شوفيني بعد صعب المهمة على حالي أكتر تأستكشف قدي أنا عندي قدرات بعد أوكي. لأنه الفرق وأي أحسن بالنسبة إلي وفيه تشالنج أكتر الركض لأنه بالمبارزة في عندك قدرة كتير كبيرة على الإجرين بس كمان لازم يكون عندك قدرة بالإيدان بالركض كله محوره الإجران فمن بعد الانجازات والميداليات يلي ربحتهم كانت انا الوحيد بالعالم رغم البتر يلي عندي كانت نافس اشخاص ما عندهم لا بتر واو. ولا كيس ارز يعني اكيد استلمت ميداليات كثير وربحتها بس اكيد في وحده منهم كانت قريبه وحبيبه لك اي وحده في هذه الميداليات بالنسبة لي الميدالية هي مجرد حديد، الميدالية المعنوية اللي ربحتها هي تقبل الناس لإلي دعمهم إلي حبهم إلي وهذا كانت من المباراة الصعبة اللي واجهتها ولكن قدرت أربحها وهلأ أنا الموتيفيشن الأكبر إلي هو العالم ومحبة العالم وكيف بتضلها معي بوزيتيف بتخليني أتقدم لقدام عن سوشيال ميديا